حركات التلاميذ مستوى الثالث إعدادي في الفيديو. خلونا إن شاء الله غادي نطرقوا لحد التمارين درس ديال لوكيداسيون ديال لي ميثود اون لير. شفنا واحد التمرين قبل، التمرين رقم 4 في هاد لا سيري. كنحاولوا نختاروا غير التمارين اللي كيركزوا على يعني فيهم شويه ديال الخدمه كما تنقولوا، وفيهم يعني التعميق ديال التعلمات. نقدروا نخدموا بداكشي اللي قرينا كنطبقوه يعني في التمارين، باش يبان لينا واش متمكنين من الدرس او لا مازال. اذا ما تنساوش تعاونوا في لاشين في الجرس بحال العاده كما كنقولوا، اللي مازال معنا جديد. تقدروا تلقاو فروض كامل مع تصحيح الفرد اول ثاني وثالث والدوره الاولى باش الدوره الثانيه، وان شاء الله نضيفوا نماذج تكون جديده. غنمروا للعرض ديال هذا الفرد باش نقدموا تصحيح. ديال التمارين دونك لو فير انترفيان دون لا كومبوزيسيون دو ديفيرون اوبجي تري يوتيليزي دون لا في كورونت او لا في كوتيديان كوم لي بورت اي لي فينيتر اون فير en raison de sa rigidité, mais il s'expose à la corrosion dans l'air humide. À cause de la rouille, constituée essentiellement du corps composé de formules chimiques Fe2O3. Donc, on a fait le droit d'ailleurs le fait de l'humain. Je vais vous dire que vous avez fait le droit d'ailleurs le fait de l'humain. Dans le hadith, il y a une série de choses dans la vie quotidienne. بحال غالبا الابواب والنوافذ، وغالبا الابواب تكون فيهم بزاف حديد لان عنده واحد الخاصيه ديال لا ريجيديتي، ولكن هذا الامر تيخلي انه يعني كيتعرض لا كوروزيون قلنا هي التاكسد ديال الحديد. دونك هاد لا كوروزيون في لاغ ايمي دونك في الهواء الرطب اللي فيه يعني بخار ديال الماء، يعني كاين اللي فيه الاكسجين وفيه الماء، بسبب هاد الصدى هذا او مكونات الصدى اللي كيتسمى لاغوي اللي مكونه من واحد الكومبوزي شيميك الفورميل ديالو اف او 2 او 3. هذا من احد يعني اكسيد ديال الحديد، هذا الاحد يعني النماذج او الاحد كيفاش غنسميوها المركبات، هاد المركبات اللي كتكون في ليزوكسيد ديال الفيغ، هذا تيكون في لاوي. دونك عندنا اول سؤال دو لو نو دي كور كومبوزي دو فورميل شيميك اف او 2 او 3. كنا بغينا لو نون ديال هذاك لو كومبوزي. دونك هذاك لو كومبوزي هو لاغوي وكنسموه لوكسيد فيريك. دونك الا جاوبنا بلوكسيد فيريك في كافيه ولا نقولوا لاغوي و اونتر بارونتيز باغ اكزومبل لوكسيد فيريك، دونك هذا كجواب السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني كريغ ليكواسيون شيميك بيلون دو سيت رياكسيون، كما نكتبوا المعادله الكيميائيه ديال هذا التفاعل، فغتكون بهذا الشكل اف او. غنكتبو اول قبل ما كيفاش غنجيبو هاد الارقام، غنكتبو بعدا اف او الحديد زائد او 2 ثاني اكسجين كيعطيونا اف او 2 او 3. ولكن كنجيو للموازنه كنلقاو بان هنا عندنا 3 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين، هنا عندنا 2 زاتوم ديال الفيغ، هنا عندنا 2 زاتوم ديال الاكسجين باش نعادلو بين جوج و 3، فكنديرو واحد المضاعف مشترك اللي هو 6. هنا جوج في 3 6 وهنا 3 في جوج 6، فهنا كيتفرض علينا بان الفيغ ولاو فيه 4، حتى هنا كنديرو 4. تخوازيام كيستيون اكسبريمي بوركوا il est conseillé de protéger le fer dans les régions humides. Donc علاش دونك السؤال لماذا يجب حمايه الحديد في المناطق اللي فيها الرطوبه. دونك il est essentiel de protéger le fer dans les régions humides. دونك غالبا كنطرقوا دائما من السؤال parce que dans ces régions la présence du dioxygène et de l'eau favorise la corrosion du fer. دونك في هذه المناطق كاين تواجد الشرطين الاساسيين تأكسد الحديد اللي هما ثنائي الاكسجين اللي كاين في الهواء في ممشينا، ولكن كيضاف ليه الماء لان المناطق الرطبه فيها بخار الماء بكثافه، فهاد العاملين بجوج كيسببوا في كوروزيون ديال الفير وبالتالي التاكل ديالو. كاتريامون سيتي دو تكنيك ايتيليزي بور لا بروتيكسيون كونتر لا كوروزيون دي فير. بغينا نعطيو جوج ديال التقنيات اللي بهم كنقدروا نوفروا الحمايه للحديد ضد هاد لا كوروزيون. دونك هنا دو تكنيك دو بروتيكسيون، عندنا لا بروميير تكنيك هي مثلا لا بانتور بيان لو روفيتمون، دونك كنتم التغطيه ديال الحديد بواحد الطلاء، كنستعملو هنا مثلا الحاله ديال الصباغه، او لا ليلابوغاسيون دي نوفو زالياج انوكسيدابل. دونك او لا ليلابوغاسيون بمعنى كنحاولو نطورو مع شنو نقولو ليها، هو ماشي معادن لانه هو مزيج من المعادن، يعني مزيج تطوير مزيج من المعادن
اللي تيقاوم الصدأ بحال مثلا بحال لاسي، كنعرفو لاسي اللي كنسمو هو الحديد، ولكن في مزيج من الحديد والكربون ومعادن اخرى، حتى كنقدروا نوصلوا للاينوكس اللي كنسمعوا بكلمه اينوكس. فهي ديك جايه ديك مثلا الاواني مثلا كنسموهم اينوكس، فجايه من اينوكسيدابل. علاش اينوكسيدابل؟ لانه مصنوع دوك راه من الحديد، ماشي شي ماده اخرى، داك غير الحديد، ولكن في خليط جديد مع الكربون مع الكروم ومعادن اخرى، الزنك مثلا على حسب النسب. كل ما النسب غيرهم كل ما كنقدروا نطوروا من الخاصيه ديال داك الحديد انه تيقاوم الصدأ، بحال لينوكس اللي معروف ولا كنخدموا به مثلا البيبان مثلا شراجام ومجموعه من الحوايج اللي في المنزل، بلا ما كنديروا ليه لا صباغه لا والو، لانه هو ولا كيقاوم الصدأ بديك التركيبه اللي عطيناه. دونك عندنا هنا جوج لي تكنيك، عندنا لا بانتيغ وعندنا ليلابوغاسيون ديال نوفو زالياج انوكسيدابل. اتمنى نكونوا كملنا، يعني نحاولوا كل نديروا تمارين تكون قصيره باش ان شاء الله تكون استفادة عامة. الا كان شي تمرين او عندكم شي سلسلة بغيتو نخدموا عليها وكان فيها شي تمرين بخصوص التمرين اللي صعب، حاولوا ترسلوهم لينا على صفحة الفيسبوك ولا في واتساب، ونحاول نخدموا عليهم ان شاء الله في الفيديو الجايين. ولا شي حاجة بغيتو نخدموا عليها بالضبط فخليوها لنا في لي كومونتير في التحت، او تواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك او على الرقم ديال الواتساب. شكرا للمتابعة والى اللقاء.